احمد ده حضرتك الشيخ، ربي يبارك فيك. الحمد لله بخير والله. شفت يا شيخنا، انا بحلم على طول ان انا في مدرسه. في مدرسه؟ تمام. بتحل في الامتحان ولا بتحلش؟ بحل. ماشي. وفي دور حلمت ان معي ابني، ودخلنا نتوضى وقعدنا يعني عشان نروح نصلي برضه في المدرسه. انت شغال ايه؟ شغال في المعمار. طيب تفضل تابعني. ما اشوف ان انا في المدرسه او بعلم حد او بتعلم، الله يقول لنبينا محمد صلى الله على حضرته وسلم: وذكر فان الذكرى تنفع الايه؟ المؤمنين. ولما اشوف ان انا بتوضا، اذا احسن المرء الوضوء واسبغ الوضوء على المكاره تساقطت منه الذنوب، والوضوء شطر الايمان. ولما اشوف انا اشوف ستنا السيده نفيسه، وهي نفيسه العلوم مليون مدد، يا اهل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر عليها الشافعي ماذا قالت؟ قالت: رحم الله الامام فقد كان يحسن الوضوء. الباب لما تبدا الطهاره الوضوء، انا بأتوضا وابني بيتوضا معايا ونتهيأ للصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة الناس في صلاتهم والله في قضاء حوائجهم. قضاء حوائج واستجابة دعوة ومغفرة ذنب وصلاح حال. شوف أنا بيقول لك أنا كنت بتوضى وبصلي أنا وابني، لأم يصلي أو ابنك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأذان أذن يقول لك الله أكبر، أكبر من عملك، من مراتك، من كل حاجة عندك. ابني الصغير لما أربيه على طاعة ربنا وعلى الصلاة وما يسيبش فرض، هيكون راجل صالح. بصوا لأولادكم وبناتكم، اجعل من يراك يدعو لمن رباك، اجعل من يراك يترحم على من رباك.